طبقتناك بس اذا بطلت ما يخالف. قال لا ابدا تائب. قال ومن تاب تاب الله عليه. اتركوا هاي الامور ودعوا الناس حتى لا تصير فتن بين القبائل بين العشائر وجاي هاي البسبسه تصير حتى بين العوائل ويخرب الابو. وقالوا هاي ترى من ورا مرته وذا قال لا من ورا العجوز وذا قال لا من ورا الشايب وهذا قال فلان. مو الشكل اكو ولا بهذا مجتمعنا ويا للاسف. على كل حال يا اعزائي نعود الى ما كنا في صدد من موضوع النطفه والتربيه. وأن نكون إن شاء الله أعراقنا طيبة وتربيتنا طيبة ونتعلم ونأخذ بالموعظة والتوجيه والإرشاد. وهذا القرآن يدعونا إلى طاعة الأبوين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أحسن لوالديك دير بالك لهم. بعدين إذا تريد رزقك يصير يعني كبير واسع مبروك بر أبواك واطلب دعائهما. كلامي لقمان يقول للولد الصغير ابن اللي عمره 7 سنين شو شلون هذا التربية؟ لا هذا التربية احنا ما لنا شلون هذا. لازم التربية قيمومة من النطفة للأم. كون انت من تعيش بأحشائها جنين ما تسمع من الداخل غير قراءة القرآن. تقرأ القرآن تذكر الله تسبح الله صايمة مصلي مو تغني وحاطة تلفزيون وتتبع للمسلسلات ملتفت لودك موسيقى. كون ويا ما يفتحين الولد يفتحين بوجه أم طاهرة زكية مثل ما فتحت زينب عينها بوجه الزهراء. ها لا حقيقة خذ كلام هذا. شوف مولانا أنا ما لا أحكي بلاغة ولا أحكي فلسفة كلام من القلب إلى القلب. يعني خلاصة الموضوع الزبدة هاي مني إليك لقمة سائغة هكذا ملتفت يا عزيزي. فهذا الموضوع. فكذلك الأب هذا الأب المطرب ويغني وكذا وحاط عياله ويتنوع للمسلسلة وبناته شابات وأولاده شباب أو فيها غراميات الله الله شوف هذا. والأب يسوي إذا كان رب البيت بالدف ناطرا فشيمة أهل البيت كلهم رقصوا أولادك بناتك راح يصيرون مو صالحين. والتفت إذا أنت صالح وتقول هاي لا وهاي حرام وهاي منجوز وهذا كذا وتقعد وياه فيصيرون عندك ذرية صالحة طيبة. اللهم ارزقنا ذرية صالحة ذرية طيبة. هذا دعاء الإمام سلام الله على كل حال. فهنا هذا الولد اللي عمره 7 سنين لما أقول لك لو أبوي أنا يقول لي ولو بعمر 20 سنة روح جيب لي تراب من الجنة. أقول له أبوي والله هذا أبو الجنة عقله مو شيء منين يجيب لك تراب من الجنة. شوف هذا عمره 7 سنين يقول له يا ولدي قم واتني بتراب من الجنة. قال له على عيني أبوي ممنون. راح جاب له تراب ووجد. قال منين جبته؟ قال من الجنة. وين لقيت الجنة؟ قال له تحت قدمي أمي. يعني قبلت أمي والتراب تحت إيد قدمها قبلته هي الجنة. إن الله جعل الجنة تحت أقدام الأمهات. هذا تأكيد على أنه الجنة تحصل لك من طريق تقبيل قدمي أمك. ملتفت من هالناحية هذه. وكذلك أبيك. ولذا أوصل أولادي الشباب من هالناحية هذه. أمامتك من تصيح لك لها يا يما حبيبتي جيتي مو تغلس. وكذلك أبوك يصير عاقل ابني. وحتى بالمستقبل يصير عندك ذرية صالحة تبرك وتحسن إليك. وإذا ما تحسن لأبويك ترى وحقك يسربتوك وربما يذبوك بدار العجزة. دير بالك دين تدان كلما تفعل تجازى. أسا قضية تدخل برأسك ما تدخل بكيفك أنت. هذا كلام عام. والآباء 3. الآباء ايش كثر؟ 3. أبوك من ولدك يعني أبوك اللي أنت صرت من صلبه، من ولدك ومن زوجك ومن علمك. زوجك هذا انطاك بنته ملتفت كنت تتخذه والد هذا
وجميع مراسيم الأبوة تأديها إلى هذا ما أوصى به رسول الله. وكذلكم المعلم، هذا المعلم من علمني حرفا ملكني عبدا. شباب أولادي أوصيكم بإحترام المعلم. أنا أجتني اليوم رسالة كأنما فيها شكوى من المدرسين والمعلمين في ناحية شيخ سعد باسم الهيئات التعليمية في شيخ سعد، نطلب التطرق إلى النواحي العلمية والأدبية في المدارس وحث أولياء أمور التلاميذ على التعاون مع إدارات المدارس في سبيل تطور العملية التربوية. أولاً الالتزام التلاميذ داخل المدرسة واحترام الدرس والهيئة التعليمية. ثانيا رفع المستوى العلمي للتلاميذ. ثالثا تواصل الأهل مع المدرسة بين فترة وأخرى. رابعا متابعة العائلة للتلميذ في البيت والشارع. خامسا الحفاظ على الممتلكات العامة داخل المدرسة وخارجها. سادسا ترى أكثر التلاميذ يقضون أوقاتهم في الشارع دون الاهتمام إلى الدروس والامتحانات. سابعا الغياب عن الدوام دون أسباب. ثامنا تعلم أن الضرب محرم شرعا وقانونا، فما هو البديل للضبط؟ الواقع الجواب على هذا السؤال الأخير أنه الضرب ما يجدي نفع ولا فائدة. وأنا أوصي كل الناس يعني حتى الأبو أبو العائلة، أبو العائلة لما يطلب العائلته يكون يطلب فرح منبسط الوجه البسمة على شفافه، يكون عياله من يجي يفرحون بي، ومن يطلع يستحشون إذا طلع يكون يتونسون بي، مو أنه إذا إجا يصير عليهم وحشة وإذا طلع يصير عليهم راحة. كون أنه ويفرض احترامه، الاحترام مو شكل مو بالضرب، يهابون لاحترامه ما يقومون بأعمال غير إلا باحترام. وكذلك المعلم يجب أن يحترمه الطلاب وأن يهابوه ويخافون منه لاحترامه لهيبته مو بالضرب. وهاي حقيقة. احنا كنا بالمدارس، اني اذكر كنا بالمدارس بالابتدائية الرابعة الخامسة لما نجي مثلا بالسوق اهلنا يودونا، اني يودوني اهلي، قالوا المعلمين قاعدين بالقهوة. والله بعد ما نتعدى ذاك المكان، حياء من المعلمين، نحترم المعلم. ولما واحد من عندنا يغيب من المدرسة يستحي من عتاب المعلم. وإذا مثلا يدخل المعلم نهابه ونحترمه. فشباب أرجوكم احترام للمعلم، تقدير للمعلم. المعلم أب، والمعلم يكاد أن يكون رسولا. وكثير من الناس المنحرفين بواسطة المعلمين الأطياب الأشراف، نعم استدلوا أو دلوهم على طريق الاستقامة الذي يؤدي إلى محبة محمد وآل محمد. وهنا عدنا احنا وصية من الإمام علي بالنسبة للعالم والمعلم، يقول إذا جلست بين يديه تجلس مؤدب، وإذا أراد حاجة كون تسبق الآخرين لقضائها، وإذا وأن تنتظر من، وإذا طردك لا تطلع أبدا، ظل تملق على بابه، لأن مثل النخلة الطويلة ما تقدر تصعدها، بس لما يهزها الريح تساقط عليك من رطبها، وإلى غير ذلك من الكلام يا شباب. بس هذا الحكي يريد لمستوى عقلي، فعقلية كون تتقبل وتسمع. بعدين أنه كون الشباب يصيرون مجتهدين ونجحون باجتهاد، أو صدق يعني يخلص وقته بالشارع ويلعب منا وكذا، ثم الآباء لازم يواصلون ويسألون عن، مو يعني والله المعلم حكي على ابنه وجا اشتكى وراح، هو اشتكى عند ابوه وراح اشتكى ما ادري وين عن جهة اخرى، لا، اتصل بالمعلم وخلص يصير علاقة وصداقة.
ونسأل من الله أن يوفقكم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الله بارك الله فيك. وبالوالدين إحسانا، هذا أكو فرد ولد خير أنا أعرفه، صائم مصلي يجي بالزيارة كل ليلة الجمعة عند الحسين، يعني وسيم نظرته جميلة. يقول لي السيد ادعي لي أموري متعسرة وصار لي كم سنة متزوج ما عندي ظنة، أني والله من قلبي أدعو له وأقول إلهي رزق الظنة وسع عليه افتح له باب الرزق. سنة اثنين ثلاث سنين على هالحال أنا لاقي أنشدة، قال والله بعد متعسرة يا سيد اشتدت. فدي يوم كان قراية وأجا بيها في كربلاء، بعد ما خلصت القراية وطلعت الناس ظلينا كم واحد قاعدين، أكو حجي خوش حجي، قلت له حجي رحم الله والديك، قال أدي أروح أزور، قلت له سلم على الحسين وأردك تدعو لهذا الولد أن الله يفرج عنه. أكو واحد منا قال يا سيد هذا ما يفيد الدعاء، لو نبي يدعو له ما يفيده. قلت له عجيب ليش؟ قال هذا تفل على أبوه بصق على والده قدام الناس. قلت له عجيب وشي أكيد؟ قال إيه والله هذه أحنا شد. قلت له والله أنا ما أقبل يعني كلام ما يعني هيش يكون واحد يتأكد يكون يلمس بيده ويرى بعينه ويسمع بإذنه، ولو الكلام يقول له كذب عينك وسمعك عن أخيك المؤمن، هذا موسى بن جعفر يوصي واحد كذب سمعك وعينك. زين أنا والله ظلت ببالي هاي، قلت يمكن من هذا السبب الله ما يستجيب الدعاء. التقيت بي بحضرة الحسين ليلة الجمعة، أنا من شفته قلت له فلان كانت تقول لي ادعي لي وما ادعي لي وأنا ثلاث سنوات جاي ادعي لك وماكو فائدة، تبين الصوت بيك شلون أنت هالشكل تدفل على أبوك؟ أنا هالشكل وصلني خبر أكيد. هو ايش قال لي؟ قال لي والله يا سيد ما تفلت عليه ردت تدفل عليه. قلت لها انتهت القضية يعني القضية أكيدة. قلت له شوف إذا تريد الله يفتح لك باب الرزق ويرتب أمورك ويوفقك للخير ورزقك ذرية صالحة تروح ترضي أبوك وعلمك بالطريقة. قال لي شلون؟ قلت له قبل الباب بكذا متر يعني فد مسافة تذب هدومك وظل بطرق السروال القصير مو هم طويل، سروال قصير وفانيلة أو تذبها بعد وتمشي على عشوسك وركبك والصيح يا أبا هل تجد لي من توبة، والتوب مثل توبة الحر لما انتاب على إيد الحسين والله جعلنا هذا المقام العظيم، والتوب توبة نصوحة وبهالصفة، مو تقول له يا أبويا سامحني وارجو منك المعذرة وتأخذ له مشي، هاي فلسية ما بيها فائدة، وقلت له سيد فلان وشيخ فلان أبدا ماكو فائدة، كون أنت بنفسك تروح بهالصفة هاي وتقبل يديه ورجليه وتبكي وتسترضيه، فإذا رضى من عندك أمورك تتغير، الله يرزقه يكون لك ذرية والله يفتح لك أبواب الرزق. قلت له هذا الكلام، قلت له إذا تسمع كلامي وتعي وتفهم وتعقل، وأما إذا أنت أجلكم الله شو قلت له حيوان بمسك إنسان فلا فائدة بك، وهذا الكلام مو إلي للصادق، الصادق يعظ واحد قاعد قال له مولاي والله أنا ما افتهمت حشيك، قال له أنت إنسان أنت حيوان بمسك إنسان، الإنسان هذا ظاهر إنسان إنسان لكن القلب شنو من قلب؟ قلب إنسان، قلب قرد، قلب أسد، قلب ثعلب، قلب خنزير، قلب ذيب، يا قلب شنو من قلب؟ دول الناس اللي دي يقتلون ويفجرون وترتيبات ويختالون شنو قلوبهم يعني؟ ها إنسانية أو بالعكس؟ على كل حال فيا عزائي شباب أولادي أحبائي، والله بعد سنة
واذا التقي ايضا بحرم الحسين وبين ده ولاد وهواية جميل ويضحك قال سيد ذاك اليوم ليلة الجمعة قلت لي انا رحت نهار الجمعة لابوي واجريت العملية اللي امرتني وابوي رضى مني وانفتحت علي البركات والرزق وصار عندي هذا الوليد. هاي قضية عظيمة وموضع تناول القرآن. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون قال انها يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قال والان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. شنو القصة؟ واحد من بني اسرائيل في زمان موسى ثري صاحب امار طائلة وما عنده وارث لا أخو لا أبو لا أم ولا زوجة ولا أولاد بس عنده ابن عم وهذا الثري شاب وجميل ولطيف وهذا ابن عم فقر ما عنده شيء مع العلم هو يطيب لكنه حاسده وينتظر شو وقت يموت حتى يأخذ الأموال يصير وارث. هذه على التفسير يقولها هكذا من جملة الأسباب. فشافه طويلة هذا شو وقت يموت كذا على كل حال سبق له بالدرب بالليل ذبحها أو جاب جثة خلاها بباب واحد خير سبط من الأسباط أو صبح يبشي ابن عمي كتله أنا وين أروح شي صاحب نعمة شي صاحب خير وكان القتل عندهم عظيم فتحيروا بالأمور. انخبصت القبائل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتبون. ادارأتم كلمة واحد يذبها على واحد هذا اللي يقتل واحد ولو بالسير ولو كذا ويسوي روحه ما مسوي يوم من الأيام الله يفضحه ويسره لأن الله قال والله مخرج ما كنتم تكتمون لابد في يوم من الأيام. أي على كل حال فكل من يقول أنتم هذا يقول أنتم صارت خبصة بين الناس. على كل حال اجتمعوا الكبار وإجوا إلى موسى عليه السلام وعرضوا عليه القضية قالهم تعالوا إلي باكر الصبح أنا الليلة أناجي ربي. وفعلا ناجى الله. الله أنزل لك الآيات. الآية الأولى قال خلوا يذبحون بقرة أسا موضوع أنه أشرح الكلام وبمفرداته يطول الكلام فاختصارا أنه البقرة صفراء فاقع لونها لا تسقي الحارث لا شيء فيها مو يستعملوها يعني مدللة عزيزة كذا هاي البقرة إذا ذبحتوها اضربوه ببعضها يحيى هذا الميت يحكي ياخذ لي اقتلى. أسألكم سؤال الله ما يقدر يحيي بغير البقرة يحيي بغير البقرة تعال أمس صد ركعتين وقول اللهم أحيي أحييلك تلمس بإيدك أحييلك كذا مادة أخرى أحييلك ليش البقرة شنو سالفة هاي البقرة؟ هاي البقرة سالفتها فرد ولد شاب بياع شرة يبيع ويشتري على كل حال وعنده أبو شايب ذاك اليوم وجدت سلعة خوش بيها خبزة قالهم انتظروني خل أجيب الفلوس. الفلوس بالصندوق والصندوق مقفول والمفاتيح تحت رأس أبوه وأبوه نايم وقف قال أبوي نايم والمفاتيح تحت رأسه
أخو قضية مو مهم. أنا واحد من الناس لو أني بمكانه أجل أبوي، أنا بارحب أبوي، أفرك رجلي أفرك راسه، يا أبوي شلونك، إلى أن يوعى أقول له ولو زاحمتك أرد أخذ المفاتيح. خو بعضهم هاي ما يسويها، دقعد نايم للساح ناس على باب الله وين المفاتيح، مو شكل أكو شي لو ماكو وزعجة. هذا لا، حتى هاي اللطف ما سواه، ظل واقف قال أبي رجال شبيرهم والليل ما ينام وغسه ما أخذ راحته، والله أنا على كم فلس، الله خيرها بغيرها يمكن الله يرزق، خلنا نويب. رجع رفض الهايل. على كل حال لما قعد أبوه عرف القضية شكره أبوه، قال لي أبوي أنا عندي بقرة هاي من كد يميني وعرق جبيني بس ما إلها مثيل، راح الله يرزقك بها الرزق الطائل وانطاهيا. وراحت الأيام وردت الأيام من قتل هذا، وهاي المواصفات ذكرها القرآن ما موجودة في بقرة من العالم إلا في بقرة هذا الفتى. اجوا لي قالوا نريتها ضروري، بألف بألفين عشرة آلاف مئة ألف مليون، لحوا علي قال لو تطوني الدنيا ما أعطي بقرتي أولا من أبوي وأنا شايف عليها بركة ودار عليها بالخير، قالوا إحنا ضروري وماك وصف بقرة بشكل الله يريد إلا هذه. قال أنا انزعج هو، قال أنا لا أبيعها إلا بملء مسكها ذهب، يعني يكون تذبحوها والصرخون جلدها والترسو ذهب وتوقفوها بقرة من ذهب، يا الله أبيعها. قالوا الموسى قال ما يخالف. راحوا وجمعوا الذهب ست شهور يجمعون، والنسوان تبرعت هاي بقلادتها وهاي بحجلها وهاي بتراشيها وهاي بمعاضتها وهكذا، والعند فلوس وزناقين والفقراء والكسبة، وجابوا وصمعت الذهب وذبحوا البقرة وعبوا جلدها ووقفوها بقرة كاملة. لما وصلت الأخبار لموسى قال هذا شنو قصة الولد، قال له لك هات وكات وكات. النبي ايش قال لما حشوا له القضية بالقرآن الله أخبره ايش قال؟ قال اسمعوا وافهموا واعلموا أن البر هكذا يفعل بأهله، فهموا هذا البر ببر الأبوين، فأغناه الله ورزقه. ولذا أوصي الأولاد، أوصي الأولاد بالآباء وأوصيهم بالأمهات وأوصيكم بالمعلم مشكل، وبمن زوجك ابنته، وعليكم بالأخلاق الفاضلة يا أحبائي، ونكون مجتمع راقي ومحترم ونكون مثقفين، مو بناكم الرقص سوي لك قنبلة تقتل بيها الوادي، وبناك الرقص سوي لك تفقى وتضرب لك واحد، وبناك الرقي هذا الرقي مولانا بالحضارة بالكهرباء بهالطيارات بهالسيارات الحديثة، مو وياها الأخلاق، والله تعالى منهم عليك ولادك وبيتك وعشيرتك وصحتك وسيارتك وبستانك وشي وشراد من عندك الآن حتى تحفظها إليك. اللهم سلم وتمم أن تكون مؤمن نعم بمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا تقول لي أنا مؤمن ومحمد، ماكو واحد المؤمن كل الناس بمحمد وآل محمد، لكنه مؤمن وما يتورع عن الحرام، هذا مو مؤمن، ما يسمونه مؤمن. على كل حال الأم دير بالك على أمتك يا أبوي، هاي الأم إذا مات زوجها بيقولها ثقول، وإذا مات أبوها بيقولها ثقول، وإذا مات أخوها بيقولها ثقول، وإذا مات أي أحد عزيز عنده بيقولها ثقول أبد، إلا إذا مات ولدها يقولوا لها الوالها الثكلة. هاي الأم الثقول من هي؟ اللي تفقد ولدها، هاي الثقول اللي تفقد ولدها. الله، وإذا أردت أن تعرف أخبار الثكالة تعال معي قليلا إلى كربلاء لنعرف أخبار الثكالة، من بينهم رملة أم القاسم، هذه رملة أم القاسم ويبرز ولدها القاسم إلى الميدان. اي والله جالس مع الالف للخيال، اي والله طلع من برج المخيم، طلع من برج المخيم بدر شبل الحسن، كنا
وقف بموسط الحومة وقام النفل يتجلى يخاف القوم ما تعرفه وما تهاب الزغر سنة. توجه توجه شوي ويا القاسم وام القاسم والحسين واقتدوا اقتدوا شباب، هذا عمل، هذا عملي عملي مو نظري. اي هذا القاسم هذا بعد عمره 13 سنة، عمره 13 سنة وقدم هاي التضحية. جاسم هلهلت للخيل واقبل على الخيالة، 70,000 بالميدان قحم النفل ما باله، مرز من برج المخيم بدر شبل الحسن شنة، ووقف بموسط الحومة وقام النفل يتشنة يخاف القوم ما تعرفه وما تهاب الزغر سنة. صاحان الحسن عودي أم الفارس بدر جودي، وفل اليوصل حدودي ووقفت كل هذيك القوم ما واحد تدناله. أراد يطب على الحومة، راد يطب على الحومة ونادت، ما أقوم شيخ نعيم خليها خل ما أطلع، نادت راد يطب على الحومة ونادت جاسم الحومة، قالت لا تطب لي يا ابن الشايع علومة، أريد أنصب لك الحومة عرسك من قرب يومة، واجلي مرهف خدودي وانسل سمه رجعودي، وباسمك يأتي وجودي وظل الدوم مهيوبة وصيرا للبدر هالة. لاشن يا قمر عدلان شنه المهر تطيني، قال الهي علي طلبي ام العلا وشافيني. انا حريص انك تسمع ابعاد هذا الكلام، بلاغه خايبوية ابلغ من بلاغه البليغ. اشوف لك مؤتمرات تربويه من اجل ان تاخذ هذا الانسان تنتشله من الظلام للنور، شوفه يفلح او ما يفلح. هاي بلحظات اشوف مولاي تنتشلك من القاع الى الاعلى الى تربيه عاليه وتقتدي بهالقاسم هذا. راد يطب على الحومه ونادى جاسم الحومه، قالت لا تطب لي يا ابن الشايع علومة، أريد أنصب لك الحومة عرسك من قرب يومة، واجلي مرهف خدودي وانسل شمه رجعودي، وباسمك يحتي وجودي وظل دوم مهيوبة وصيرا للبدر هالة. لكن يا بدر عدلان شنه المهر تطيني، قال الهي علي طلبي ام العلا وشوفيني، قالت للمهر راسك ومن دم نحرك تحنيني، او تصنع لي ولي مشوس او تغني لي بضرب وطوس، يا جو تزي وتنثر لي جفوف وروس، يا جسام وشمع عرسك اسام الحرب ونباله. قال الاعلى طو عمرك أمر أطب للحرب وفيها، وقام الخيل فوق الخيل ينحرها ويجلديها، يا جيميل يعينها ويجبل جاسم عليها، تشرد من بعد عنا وافى بوعد المجلة عليها، بس ظلت الحلة وقف بمصط الحوم ويعد القام بنعال. لما برز القاسم نحو الميدان، يقولون القاسم كان بالخيمة والحسين يصيح
وغربته ووحدته وقلة نصره. القاسم طلع لبيك داعي الله لبيك يا ابن رسول الله. التفت من أنت؟ بني قاسم. قال نعم أنا القاسم ابن الحسن. تلقى الحسين عانق وين تدي يا نور عيني؟ قال لألقى حمامي بين يديك يا عمي وجاي أقاتل دونك. قال لخاف عليك تبعدك صغير يا أبوي أمرك 13 سنة وهي جحافل وأبطار وشجعان. قال يا عم الهمم ما بالعمر. قال يا عمي الهمم ما بالعمر بعملة الخندق عمر جدش كثر من برز للعامر وصد الكفر وانا شبلة وهمتي من همته. نعم وأذن له أو أخذ بيده رجل المخيم ولبس عمامة الحسن ولبس جبة الحسن ويسمع أمه من وراء الخيمة بني أجالس وعمك الحسين بلا ناصر ولا معين. أي والله والله يا جماعة وأنا على منبر الحسين شن بعالم المنام ما بين الحسين والعباس أمشي وشن بحر أكو وهاي السماعات معلقة على الأساطين مال الكهرباء وأنا ما عندي لا قطعة مثل هاي هيك أتكلم وهاي أخذ الصوت وأقرأ شاقرا من طالع جاسم للحارون ويطلعت رملة وديعة من طلع جاسم للحق ويطلعت رملة وديعة وجاسم يقلها من بارز يا والد أسأل شدة. الله 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 عاد هي ويا وتخاطب تقول يا ابني ويا العرب لما يزفوا يا ابن العرب لما يزفون يزفون عمام الولد كلهم يحضروا يحضروا يرون وشباب السلف كلهم يعوزوا يا وسبون وشباش للعريس يهدو يهدون وانت يا يما بخطة الكون. لما برز نحو الأعداء وهو يقول التركوني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتان بين أناس لا سقوا صوب المزن فقاتل قتال الأبطال وقطع شسع الأعلى وراح يشد وأقبل إلى عمر الأزدي وضربه ضربة من قفا على رأسي. أيوا سيدا حتى أرداه صريعا صاح يدركني يا عم يا حزين أقبل إليه الحزين حمله إلى المخيم جابه ومد يده ما بين أخوه بجعد عم يا ويلي وهم موت وبس ماشي معاني النسوان
الصوت اجت وما تصيح الله اكبر. الله انحنت على وليتها. هي ابيات الدعاء اريد اقراها. وين الفاجد الشبان وين الضايج اللوعة. الله اكبر الله اكبر. انا ما اريد القلب فارغ، اريد المهموم المحموز قلب البدن. وين الفاجد الشبان وين الضايج اللوعة. ايوم جاسم العريس بالعريس مفجوعه. وين الفاجد الشبان خل وياي تتعنى. لو جاسم نريد الروح نساعدها على الونا. ونرد الحوفة العريس ونجيم بحوف تحنى. ولقينا ام الشباب تجول على ابنها والعقل مذهول. تنعى على الولد وتقول يا شمامة المنسباح رش الشبد مقطوع. لقينا ام الشباب الله يحفظ شبابكم يا ابوي. وين عليكم يا احباب يا اولاد يا بابا يا ورود. اسال الله يحفظكم يجعل بيكم النور والتوفيق ان شاء الله ويرزقكم الطاعه وخدمه الحسين. وين الفايده الشبان خل وياي تتعنى. لم جاسم نريد الروح نساعدها على الونا. ونرد الحوفة العريس ونجيم بحوف تحنى. ولقينا ام الشباب تجول على ابنها والعقل مذهول. تنعى على الولد وتقول يا شمامة المنسباح رش الجبد مقطوعة. لقينا ام الشباب تجول وقمنا نجول وياها. امو فاجدة على اللوح ما يحتاج ننخاها. ولقينا شمعة العريس مطفية وعلقناها. وشدينا للطم والنوح بحرقة والقلب مجروح. ومن شفنا الولد مطروح او شفنا جثة العريس اسهامونا بالمزروع. بين اللطم والصايح وبين الدمع والحسرة جدي عمة العريس زينب شابشة العشرة. لقت شمع العرس داو وصاحت زينب بعبرة. شنه الشمع ويا البين احنا وعرس جاسم وين. لا يسمع اخويا حسين او من يسمع يجب همه ويطف الشمع بدموعه. بالله بالله الشمع طفى اللي نريد على الولد نرطم. تجي الأم تقول بدار 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 امزجيت روحي بثدايا رباك. امزجت روحي بثدايا رباك. بدار وردت شمعة شبابك تشع. اي والله يا ابو الله يا ابويا يا شباب يقوم يصيح ابويا. الله يا ابويا بدار بردت
شمعت شبابك تشيع بالدار يا جاسم ما دريت الفلك والله يا جاسم ما دريت الفلك بالدار يدور وياخذك من بين ديه والله يدور وياخذك من بين وحنها أنا روحي ما بطل ونها وحنها وجاسم نحل ضلوعي وحنها شباب وعفر شفوفة وحنها تحنى بدمعته ودم المني والله تحنى بدمعته ودم تقل ولا مال انا ردتك ما رد الدنيا اي والله ردتك ما رد الدنيا ولا مال تحضرني لو وقع حملي ولا مال ولا مال يا جاسم خابت ظنوني ولا مال ولا وقت الضيج يا ابني قطعت بي والله لا وقت الضيج يا ابني قطعت بي هذا بيت انا من اقرع القاسم وعلي الاكبر هذا البيت يجي عندي يجي ببالي وأشوف من أتركه يعني كأني ما مسوي شيء كأني مو قاري لابن نصار رحمة الله عليه على لسان زينب من صفة الشباب شبان قاسم علي الأكبر فلان 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 وقالت شبان مثل الورد يسهون وحسافة على الغبر يناهون يا شبان بالله لا تلوجون تقطعون قلب من تونه ويا حسرات على الدنيا تجرون البيت اللي اريد اقراه واختم المجلس بيه زينب تخاطب الهوى تقول تذعذع 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 يا هو الغرب على الشباك تذعذع يا هو الغربي على الشبايان بالرسريس لا تنقل التربان يا هو الغربي على كيفك مو تجي عاصف تجيب تراب وتذب عليهم ترى هم قتلة وصايرين تبى بشجر صاير بيهم السهام والنبال منهم السهم بقلبه ومنهم بصدره ومنهم بعينه ومنهم وهاي واقفة السهام من تعصف حيل تهزها تلجمه ذعذع يا هو الغرب على شباك ذعذع يا هو الغرب على الشباك بالرس ريس لا تنقل التربان تراه يتبب من النشاب والزان لا تعصف تهز الزان والضر والله لا تعصف تهز الزان نسألك اللهم وندعوك بسم الله الرحمن الرحيم
أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا الله. شباب هذول المعلمين اشتكوا عندي وأنا خادم الحسين وعلى المنبر، ومثل اللي ما مرتاحين منكم انتم التلاميذ، اريد منكم ترضونهم، واذا ما رضيتوهم ترى المنبر يشاور بيكم. رضوا المعلمين، رضوا المدرسين، والمدرسين اذا ما داروا لكم واخلصوا لخدمتكم وتدريسكم واعتبروكم مثل اولادهم هم نشاور بيهم. دير بالكم، ها الله ينطيكم العافية. اللهم شافي كل مريض يا الله، وفرج عن كل مكروب يا الله، ونفس عن كل مهموم يا الله، واقضي حاجة كل محتاج يا الله، وفك الأسين وكل سجين وكل أسير يا الله. اللهم ارزقنا زيارة الحسين والعباس يا الله، آمنين مطمئنين يا الله. اللهم عجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. شوف شباب، أنا أرجوكم تخلوني أكون أطلع براحة. أي والله أنا ودي كلكم، والله أشبكم وأحبكم، الله يحفظكم. خلينا أطلع براحة، جزاكم الله، خلونا أطلع براحة وجزاكم الله. وإلى من مات على الإيمان، الفاتحة قبلها الصلوات.